يعني بيترقب هذه المباراه، واعتقد هتحظى بمتابعه كبيره جدا من الجمهور على مستوى العالم وعلى مستوى مصر بشكل خاص. مباراه ليفربول وتوتنهام يوم السبت القادم ان شاء الله في نهائي الشامبيونز ليج، اكبر بطولات الانديه في كره القدم على مستوى العالم. توقعات حضرتك وامنياتك للمباراه دي، وايضا لو تطرقنا لبورصه الانتقالات ومطالب شراء اللاعبين الافضل والاشهر عالميا دلوقتي، في اشارات كثيره الى فرص لانتقال نجمنا محمد صلاح الى اكثر من نادي من الانديه الكبرى في العالم، وهو في واحد منهم بالفعل ليفربول، لكن الناس بتتوقع انه يبقى عنده فرصه للالحاق باما ريال مدريد او برشلونه في الفتره الجايه. حضرتك شايف ايه؟ اولا بالنسبه لليفربول وتوتنهام، انا شايف ان موقف يعني المساله صعبه جدا جدا، وانا شخصيا حاسس ان 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 توتنهام لا كان اسهل 100 مره ليفربول ان يلعب مع اياكس صراحه. حضرتك شايف ان توتنهام هيخلي المباراه اصعب؟ صعبه، هتصعب جدا 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 يعني، يعني صعب جدا. انا شايف ليه حضرتك شايف اصعب؟ في ناس متفقه معاك 100% وناس بتقول ده ليفربول في دايما في غالبيه لقاءاته مع توتنهام متفوق وبيفوز عليه في مباريات الذهاب والعوده في الدوري. دائما وابدا البطولات القاريه لما بتبقى بتوصل ديربي من فريقين من نفس البلد بين انديه بتبقى صعبه. نمره 2 توتنهام ده طلع من البطوله مرتين يعني جات له سكتة قلبية وما قرأ وقرأ عليه الفتحة والكلام ده ورجع يعني مرتين طلع ورجع. وبعدين نمرة 3 مدرب كويس جدا. نمرة 4 كين رجع تاني، خدت بالك هاري كين هيبقى معاه هاري كين رجع تاني. فالحظوظ ليفربول بقى المسألة حتى في ده هم متشابهين. ليفربول كان مفتقد جهود نجمه محمد صلاح في مباراة العودة في أنفيلد أمام برشلونة، إن شاء الله هيكون معاهم في الفاينل. وهاري كين واحد من أبرز النجوم في توتنهام راجع في المباراة الجاية وتبقى الصفوف مكتملة، ظروفهم متشابهة جدا. وبرضه ليفربول كان تقريبا الناس قالت إنه خرج في مباراة برشلونة بعد 3-0 في إسبانيا ورجع، ونفس الأمر توتنهام. يعني هم ميرر الحالتين شبه بعض جدا يعني. صعبية متوقفة بقى على حالة كل واحد، فرقة متوقفة. وانا ما زلت وانا قلت الاسبوع اللي فات او قبليه وكنا بنتكلم وانت ضحكت لما قلت لك في نفسنا في حكايه ومش ماني وصلاح، لا في حاجه غريبه يعني، خدت بالك؟ انا اعرف ان الغيره ظاهره صحيه، المنافسه صحية يعني كله يبقى يؤدي صحيه بس لا لها سقف يعني. انما لما لان التركيبه اللي في ليفربول، مدينه ليفربول هي بطبيعتها لا انت عارف ان دي معقل يعني، هي دي الحزب العمال ومعقل دايما يعني لا حدوته تانية خالص كده، والجمهور صعب جدا تمام. وبعدين المدينه لها شخصيه ولها شخصيه تانية خالص 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 يعني هناك في بالنسبه لانجلترا. المناخ ده منعكس على الفرقه من جوه اللي في ده. فمحمد صلاح يفرق ليه؟ لما تقول لي محمد صلاح ولا ماني ممكن مهاريا والمجهود اللي بيعمله واللياقه عالي جدا، انما في لاعب احد اهم مميزات النجم الشخصيه، شخصيته في الملعب بتفرق كتير جدا على فكره. مش شخصيه يعني ان الراجل هيجيب له كرسي ونحترمه يعني، لا 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 لا، الشخصيه المميزه لا، لو يقدر في اوقات معينه يعمل حاجات معينه. انا شايف ان في اكتر من حد على فكره، خدت بالك؟ لا يعني هو بقول لك يعني ما لا لا لا، ده في حد في اللي جاب جونين اسمه ايه اللي في الماتش النهائي اللي كان اللي في نص الملعب جنب اللي في نص الملعب شاكيري؟ لا اسمه حضرتك بتتكلم على واحد من لاعبي الوسط ليفربول. ايوه اللي في نص الملعب اللي جاب جونين في الماتش الاخراني، اللاعب الهولندي ولا بنتكلم في اوريجي؟ لا فينالدوم؟ لا مش نسيت اسمه. المهم انا اقصد اقول ان في انا في الدنماركيه بتاعت توتنهام في التعاون والكلام ده كله، وخاصه ان الفرقه في غياب عناصر كتيره جدا وفي غياب انه ما عملوش تعاقدات وفي غياب ان الكلام ده عاملين شكل متجانس، قدر يبيع تعمل بيه حاجات غريبه. طب اللاعب اللي ما تذكرناش اسمه حضرتك عايز تشير له كان مشكلته ايه؟ لا ما هو ده مشكلة، ده واحد من احد المشاكل الاساسيه، ده واحد من يعني كاره لصلاح على طول الخط
فاهم؟ انا محتاج اوصل هو مين بس اللاعب عشان نفتكره. حضرتك بتشوف ما بيتعاملش معاه في الملعب؟ لا لا في حاجات يعني بس في ناس بتقول يا استاذ ابراهيم حضرتك متابع ده زينا واكتر طبعا بحكم طبيعه العمل، محمد صلاح وصل لحاله دلوقتي بيقارنوه بالنجوم التاريخيين لليفربول اللي هم الاكثر شعبيه في تاريخ المدينه دي والجمهور ده، بيقارنوه بستيفن جيرارد بصرف النظر عن اختلاف المراكز وان تهديفه اكتر او نسب اهدافه اكتر، بيقارنوه بمايكل اوين. وصل لحاله ان عملوا له اغنيه، عملوا له تمثال في كل الميادين هناك، صور وجداريات ورسومات لصورته بيحبوه جدا. شخصيه الامور حاجه والنفسانه دي بعد عنك حاله ثانيه. دي ممكن تبقى في ناس بتقعد تسمع تقول يا جماعه انتوا كده احنا طبيعي. لا 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 مش طبيعي، لا مش طبيعي. وانا على فكره ما بقولش ده، وبعدين دي فرقه كبيره ومدرب كبير ويقدر يعمل الكلام ده كله، بس بقول لك دي حاجات ممكن ان تؤدي لعوامل في فيما يخص الماتش ده تعمل حاجه مش مظبوط. اما تسالني رايي بقول لك ان انا الان انا احب طبعا ليفربول يكسب عشان محمد صلاح في كل المقاييس. احنا يعني طول السنه اتحرق دمنا عشان ليفربول ده، فعلى الاقل يطلع بالمكسب، وده المكسب ده هيفرق مع صلاح جدا وبيروح في اي حته. وبالمناسبه ممكن يروح فين صلاح؟ لا صلاح انا بعتقد يعني انا ما عنديش معلومه يعني، انما رايح ريال مدريد. عموما احنا هنرجع نتكلم عن فرصه في ريال مدريد وليه حضرتك شايف انها افضل بالنسبه له لو انتقل لاي نادي من الانديه اللي بتتسابق للحصول على توقيعه وخدماته في الاعوام القادمه. وخلال الفاصل كمان هنرجع مع زملائنا ونتذكر كل اسماء لاعبي اللي وصل في ليفربول. انا عايز اوصل لاسم اللاعب اللي حضرتك شايف او بتشوف مؤشرات في ادائه في الملعب انه ما بيتعاونش مع صلاح. لازم نحط ايدينا بس على الاسم ده ونفتكر ونشوف سيناريو المباريات اللي فاتت. خلونا نتوقف مع فاصل قصير ونعود لاستكمال هذا الحوار.